إخواني وأخواتي، الذي يحصل الآن في غزة شيء لا يصدق. ورب الكعبة، لولا عشنا في عصرهم ورأينا بأعيننا ما حدث في غزة وما يحدث الآن، لظننا أنها حكايات وقصص سطرتها التاريخ وهما وكذبة، ولكنها الحقيقة. أنا لا أريد عبر هذا المقطع أن أنقل إليكم الأحداث والمشاهد وحجم الدبار وعدد الجثث والأشلاء في غزة، كلا، بل أريد أن أوجه رسالة شكر إلى أطفال غزة الصامدة الأبية. أقول شكرا أيها الأبطال، والله أخجلتمونا، إي ورب الكعبة أخجلتمونا بشجاعتكم وقوة صبركم وتحملكم على تلكم الآلام والمصائب، والله أخجلتمونا، أتكلم خجلا. شكرا أيها الأبطال، نحن درسنا العقيدة والتوحيد في بطون الكتب ومحاضرات الشيوخ فقط، ولكنكم علمتمونا حقيقة التوحيد والعقيدة على أرض الواقع. طفل قبل أن ينام يكتب اسمه على يديه لكي يعرفه أهله إذا مات. طفل مستعد للموت، مستعد للشهادة، بل عد نفسه من الموتى، من القتلى، من الشهداء. فأي عقيدة هذا؟ وأي إيمان هذا؟ بل وأي تربية هذا؟ والله لا أظن، لا أظن أن أحدا من الرجال صنع مثل ما صنع أطفال غزة الأبية، والله لا أظن، بل لم يأتي على بال أحد أن يصنع الرجال مثل ما صنع هؤلاء. لذا أنتم أبطال الزمان، بل رجال الأمة، الذين وصفهم الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحمد لله، قبل مماتنا علمتنا أطفال غزة حقيقة التوحيد والإيمان، حقيقة التوحيد والعقيدة. أيها الأحبة، اطمئنوا، أمة الإسلام بخير ما دام فينا هؤلاء الأبطال، ما دام فينا أطفال غزة الأبية، ورب الكعبة أمة الإسلام ستنتصر، 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 ولو بعد حين، وكان وعدا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين أعداءك.